متابعينا اهلا ومرحبا بكم. اليوم احنا والطاقم ديالنا متواجدين في العاصمه الرباط بعد فوز منتخبنا الوطني المغربي على منتخب ناميبيا بهدف للصفر. خرجنا نشوفوا ارتسامات ديال الناس وكذلك الرسائل اللي غيوجهها المدرب الوطني وكذلك اللاعبين ديال المنتخب. خليكم تشوفوا معنا اخويا. هو لا منتخب اخي ان شاء الله هذا العام حاسين بغا يدير شي حاجه اخي، ما نقولوش لا، ولكن اخي انا المهم اللاعب اللي كنحترمه في ذاك المنتخب هو النصير اخي. ذاك اللاعب عنده ما يقول وتازياش تبارك الله عليه، ولكن النصير اخي انا كنعترف به لاعب واعر اخي بالرجوله. اش دخلنا اخي بو طيب؟ بو طيب رساله من رونالد. ايوا بلوكسو رونار سي تان جون بيرسون انتيليجون دو مورالمون مو جو بارل بيان اون لونغ دو فرونسي مون كامارات. قول لي ميكي ماوس، شنو الراي ديالك اليوم في الاداء ديال المنتخب الوطني المغرب؟ صراحه الاداء ديال المنتخب الوطني قدم النتيجه هي اللي كان عليها كل شيء، قدم نتيجه متميزه. والمهم اهم حاجه هي 3 بوان جابوها الحمد لله، وتنتمناو في الماتش ديال سميتو كو ديفوار وسميتو حقوا واحد 3 نقاط باش ندوزو ان شاء الله حنا المتصدرين المجموعه. شنو هي الرساله اللي تبغي توجه للعابه؟ تنتمنى من اللعابه يزيدوا يضاعفوا من المجهودات ديالهم باش يكونوا عند حسن الظن ديال الجمهور المغربي. كنت تايقه فيه تايقه فيه. شكون هو اللاعب اللي كيعجبك في التشكيله ديال المنتخب؟ شكون كيعجبني بزاف اللي كيعجبوني. نقولوا الضرار. شنو تبغي تقولي الضرار من هذا المنبر؟ كنقول له تبارك الله عليك و راك واعر راك غادي. لا واش غادي في كوره ولا في شي حاجه اخرى؟ لا في كوره بيان سيغ، علاش غنبغي هنايا؟ واخا ماشي الفوز اللي كنا كنتمناوه، ولكن كيبقى 3 نقاط في الملكنا كنشدوا بيديهم وكنشجعوهم، وراه حنا ديما مع اسود الاطلس، وكنتمناهم ما يخيبوش الثقه ديالنا وحد منفق لهم، وراه حنا ديما معاهم ديما مغرب. شنو تبغي تقولي للعابه ديال المنتخب الوطني؟ اللعابه ديال المنتخب الوطني يفرحونا وما يخذلوناش، وحد منفق لهم ويشرفوا الكره المغربيه في كاس افريقيا. سانسيغمون زعما ما نكذبش عليك، ما راضيش 100% بليكيب ناسيونال، على ود هذاك ماشي لعب لعبوا به اصلا، حتى واحد ما داير الفينيسيون ابار كانوا عوالين بزاف فوكاليزين على زياش، ابخي ملي يدخل بوفا لقاو فوكاليزين عليه، حتى من البيج ماركاه بحال بواحد الدوز ديالو، دخل حتى الدقيقه الاخرى هو اللي ماركا، هو اللي ماركا عليهم زعما جاب الله كاين الله في الاخر. الخلل كاين، ما اللعابه بيناتهم شي داير النقابه شي ما مفاهمينش، وكانوا فوكاليزي الاكثريه على زياش، وزياش ما يمكنلوش يدير كل شيء بوحده. صافي بخير لاباس عليك؟ تفرجتي في الماتش؟ اي تفرجت اخويا في الماتش. كيفاش جاك الاداء ديال المنتخب الوطني؟ اخويا زوين واعر، لعبوا تيكي تاكا والمنتخب ديالنا واعر اخويا، ورغم ذلك واخا ما كانوش الاهداف اخويا راه بعدا فرحانين حيت غلبنا بواحد زيرو، عندنا 3 بوان ان شاء الله. قبل ما تمشي تفرج في الماتش عرفتي ان المنتخب غادي يربح ولا لا؟ عرفت بلي المنتخب غيربح اخويا. كان التوقع ديالك صحيح؟ التوقع صحيح اخويا ضروري 100%. صح، شنو بغيت توجه رساله بغيت توجهها للعابه ديال المنتخب الوطني؟ الرساله اخويا بغيت نوجهها للمنتخب الوطني هي لعبوا بنفس وجديه وهزوا براية البلاد. تبارك الله عليك، تحياتي خويا الزين.